اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي العزيز الناقد الصحفي الاستاذ محمد الديك. كل سنه طيب يا استاذ محمد. كل سنه حضرتك طيب، وتحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين، ورمضان كريم عليك وعلى الاسره الكريمه وعلى جماهير النادي الاهلي. وان شاء الله كده كما عودنا للنادي الاهلي، شهر رمضان شهر الانتصارات وشهر الفرحه وشهر الخير والبركه واليمن وكل حاجه حلوه في النادي الاهلي ان شاء الله. امين يا رب. الله يخليك. كيف تناولت الصحف والمواقع قبل ما اروح لمباراه اليوم الاهلي امام البنك الاهلي؟ الاول خلينا في قرعه دوري ابطال افريقيا. زي ما حضرتك اتفضلت واتكلمت في الانترو بتاعك، كل الصحافه النهارده بتتكلم على مباراه صعبه ومهمه ثقيله على سيمبا، يعني برضه برغم ان صعوبه المباراه زي ما حضرتك اتكلمت ان هي مباراه صعبه وخارج التكهنات، الا ان الصحافه كلها بتتكلم ان سيمبا حظه العسر وقع قدام حامل اللقب. وموقع الكاف نفسه بيتكلم على ان فرقه سيمبا يتطلع لتحقيق مفاجاه وفقا لنتائجه في دور المجموعات، زي ما حضرتك اتكلمت ان هو بعد وصول عبد الحق بن شيخه المدرب الجزائري نتائج الفريق وشكل الفريق تغير عن سيمبا اللي شفناه في الدوري الافريقي، يعني كان في والدليل على كده سيمبا اطاح بالوداد المغربي. بالظبط يعني حتى احنا زي ما كنت حكيت لحضرتك وقلت لك ان هو في دور المجموعات بشكل مختلف عن فرقه سيمبا اللي النادي الاهلي قابلها في الدوري الافريقي. موقع الكاب بيتكلم ان نادي سيمبا مباراه قويه في انتظاره قدام النادي الاهلي حامل اللقب. اتكلموا كمان ان فرقه الاهلي وسيمبا قدموا مباراه قويه جدا في مباراه الدوري الافريقي. من الموقع اللي بعديها بلو سبورتس بيتكلم ان فرقتين سيمبا ويانج، ودي من المفارقات العجيبه ان السنه دي فرقتين من تنزانيا مكملين في دور الثمانيه، يعني الدوله الوحيده اللي فيها ممثلين هي فرقه تنزانيا. ده ان دل يدل ان الكره في تنزانيا تطورت بشكل كبير. بالظبط. اتكلموا كمان ان الفرقتين عندهم مهمه ثقيله قدام حامل لقب الدوري الافريقي، يانج هيلاعب سان داونز والاهلي هيلاعب فريق النادي الاهلي. واتكلموا كمان على فكره ان تطور الاداء من الفتره الاخيره من دور المجموعات في الفتره الاخيره. موقع السيتيزن التنزاني بيتكلم ان سان داونز عنده مهمه قويه برضه، مباراه صعبه قدام يانج، وزي ما اتكلموا كده انها فكره تكرار للمواجهات السابقه ان هو يانج وسان داونز اتقابلوا قبل كده في البطولات الدوري الافريقي وكانوا منافسين قويين. من التنزاني الغانا بيتكلم برضه على فكره المباراه قويه جدا، ده الموقع الاخير كيك اوف الجنوب افريقي، اتكلم على ان بيرسي تاو الاهلي وجد منافسه القادم في دوري الابطال، واتكلموا على فكره الرقم القياسي للنادي الاهلي حامل اللقب 11 مره، وان هو تاهل لدور الربع النهائي للمره الثامنه على التوالي. دي كده اخر حاجه بالنسبه لنا في قرعه دوري ابطال افريقيا. نروح لمباراه النهارده الاهلي امام البنك الاهلي، ودي دائما وابدا بتكون مواجهات فيها نديه، مواجهات بالزبط. قويه. بنك الاهلي معاه جهاز فني محترم بقياده الكابتن طارق مصطفى، بيبحث عن الوجود بقوه داخل الدوري الممتاز بعد ما كان مهدد. بالظبط. الاهلي بيبحث عن اللقب المفضل ليه، بطوله الدوري، وكمان بيتكلم على فكره ان النادي الاهلي عائد من نشوه انتصار الكاس. ودي اللي الصحافه ركزت عليها النهارده، فكره ان نشوه الكاس وفرقه بتطمح ان حتى لو خطفت نقطه قدام النادي الاهلي النهارده، يعني حتى بعض الصحفيين بيتكلم ان النادي البنك الاهلي لو خطف نقطه النهارده هيعد بالنسبه له مكسب قدام حامل اللقب وحامل الثلاثيه، يعني حاصد الثلاثيه في الموسم الماضي. نبدا من الاهرام. الاهرام بتتكلم بتقول ان النهارده الاهلي بيخوض المباراه بروح تلامس عنان السماء، يعني حتى التعبير قوي شويه. الفرحه النادي الاهلي، بس حضرتك زي ما انت قلت النادي الاهلي بيقلب الصفحه ثاني يوم وحاجه كتبت للتاريخ. بيتكلم ان فرقه النادي الاهلي بتركز على مسابقه الدوري، ابتعدت فتره شويه بسبب الانشغال بكاس العالم للانديه، ثم كاس السوبر المحلي، ثم بطوله كاس مصر، ودلوقتي هنرجع نستأنف قبل المعمعه بتاعت افريقيا. مارسيل كولر النهارده حذر اللعيبه من الاستهتار او الانشغال بافراح مباراه الزمالك، واتكلم كمان ان حصد ثلاث نقاط النهارده بيوسع شويه الفرق بينه وبين اقرب المنافسين ليه، ويعيد النادي الاهلي شويه للاقتراب على المنافسه على صداره الدوري والعوده مره اخرى كمان للقمه قبل استخلاف معمعه الدوري ابطال افريقيا. اتكلم كمان برغم الفارق بين الفريقين كالقيمه التسويقيه او الخبرات، الا ان مارسيل كولر برضه زي ما حضرتك اتكلمت وتفضلت في الانترو، فرقه البنك الاهلي الفتره الاخيره عندها عناصر قويه جدا في بعض المراكز بتاعتها، بالاضافه الى مدير فني قدير له باع طويل في الدوري المغربي
قبل ما يجي هنا الدوري المصري، وعمل طفره حتى لو كانت بعض النتائج بالنسبه له مش قد كده، بس بيقدم مستوى كروي جماعي شكله حلو. تمام. فبرضه بتكلم على فكره الغيابات كمان اللي حضرتك اتكلمت عليها النهارده، بتتكلم ان مارسيل كولر برغم الغيابات الا ان هو بيعرف يوظف اللعيبه كويس جدا. وده اللي الصحافه اتكلمت عليه النهارده في صحيفه الاخبار، اتكلموا ان مارسيل كولر ما حسناش بفرق الغيابات دي قدام النادي الزمالك في المباراه الاخيره. وعندك النهارده غيابات مهمه خاصه بالزبط. في الدفاع لما بتتكلم في ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، بتتكلم في وسط الملعب في اليو ديانج، بتتكلم في ميرسي تاو غياب النهارده ممكن يريحه شويه. امام عاشور كان المباراه اللي فاتت كان درجه حرارته مرتفعه بالزبط. الفلسطيني وسام ابو علي كلها عناصر مهمه ومؤثره بالظبط. والحاجه اللي اتكلم فيها كمان فكره الراحه بالارهاق البدني لبعض اللعيبه الاساسيين اللي عندك. كمان حضرتك النقطه اللي اتكلمت فيها فكره اللعيبه من بكره هينضموا 10 لعيبه عندك موجودين في قائمه المنتخب الوطني مع الكابتن حسام حسن، نتمنى له التوفيق ان شاء الله في المهمه بتاعته. فده برضه بالنسبه لمارسيل كولر اكيد موضوع موجوده في حساباته. صحافه الاخبار برضه تتكلم ان مارسيل كولر قد يجري بعض التعديلات طبعا في الاول المقام الاول والاخير وراي الاول والاخير للجهاز الفني وفقا لاحتياجاته في الملعب. من الاخبار نروح للجمهوريه، بتقول ان مارسيل كولر يسعى للاستمرار بسجله الخالي من الهزائم، ان شاء الله يستمر السجل دوت في الدوري. مارسيل كولر برغم الابتعاد خاض 7 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في مباراتين. الفريق الوحيد حتى الان كابتن اسامه في مسابقه الدوري، وان شاء الله يستمر لنهايه الموسم ويحقق ان شاء الله سجل خالي من الهزائم ان شاء الله بمشيئه الرحمن، يبقى الانتصار النهارده السادس على التوالي ان شاء الله في مسابقه الدوري الممتاز. من الجمهوريه نروح للمصري اليوم، تكلم فكره الفريق انتشي بالكاس، وتكلموا على فكره ان مارسيل كولر ملح اللعيبه بس فتره راحه بسيطه 24 ساعه، فكره السفر من السعوديه الى القاهره بعد 24 ساعه فقط راحه، استألف التدريبات، رفض ان هو يستهين بالفريق المنافس، وده حتى في تصريحاته وخلال المحاضرات الفنيه اللي عقدها مع اللعيبه ان فرقه البنك الاهلي خلال الفتره الاخيره حقق نتائج مميزه ويستمر لمواصله الانتصارات ان شاء الله بمشيئه الرحمن، والنهارده ان شاء الله بمشيئه الرحمن على ميعاد مع الثلاث نقاط ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا استاذ محمد دي. شكرا لك كابتن اسامه. زي ما شفنا مع حضراتكم دلوقتي دي يعني الصحف في المواقع وقالت ايه عن مباراه اليوم.